وصيتي لكم جميعا، إذا متت ستغلق هذه القضية، ستغلق بالنسبة إلى عائلة البياطلي إلى الأبد. لن أسامحكم بحقوقي عليكم كعم. جيمو، محمود، كلامي موجه لكم خاصة، وها أنا أبلغكم. نحن ما فينا نحب حدا، يعني منضل خايفين، منضل خايفين نخسر اللي منحبون، ما فينا نحب. كتير حابب تقتلني سيفو؟ وقفوا، جاوبني سيفو، حابب تقتلني؟ وكتير كمان. منيح، معناتها ترك شغلك وطلع لبرا. أنا واقف قدام بيتك وإجيت لحالي. استنى، جايك عالباب بسرعة. عن إذنكن هلأ برجع، دقيقة واحدة بس. شو اللي جابك بهالليل يا حقي؟ في عائل بيعمل هيك؟ انت مسكين لك سيفو، مسكين وعاجز لدرجة ما بتقدر تحل مشكلتك لوحدك. انت هو المسكين لانك بدك تموت حقي، الأموات دايما مساكين. اخوك مات وانا اللي قتلته، بس ما كان مسكين. انت بتعرف ليش يا سيفو؟ لانه كان رجال كتير شهم. انا واخوك تواجهنا برجولة، بعبرنا ما نصبنا فخ لانسان تاني. امتى اجيت حضرتك وتهجمت على النسوان؟ قضية الدم ما بتنحل هيك يا سيفو، حتى القتل فيه شرف. بس منلك الشرف يا حسرة. سد حلقك. ليك، رح اقول اللي عندي، خلينا نحل هالشغلة. تعال حتى نتبارز أنا وياك لحالنا. إذا بموت ما حدا من عيلة البياطلي بيطالب بدمي. أما إذا أنت بتموت كمان ما حدا من عيلتك بيطالب بدمك. بس إذا بتقلي مالي قلب اتبارز معك، ساعات أعطي أمر لرجالك لحتى يعصوني. أنت واحد صايح، واحد تافه وصايع. اللي عم تعمله بطولة رخيصة، مفكر حالك عم تتحداني قدام الكل، بقوم أنا بعتبرها شغلة شرف وبقاتلك مثل الأولاد الصايعين، ما هيك؟ أنا آغا سيد، أنا بأمر وبس. إذا بدي موت حدا بأمر رجالي وهنن بموتوه، وليكني رح أمرن. فر بيني قربتي.